طب بس يا ماما بطلي نكت. بسيت يا بنت. حاضر. كلمت اخوكي سامي؟ ما كلمتش. ازاي؟ ليه؟ معيش رصيد. مش انت اشحنها لك ب100 جنيه؟ خلص يا اختي. خلاص اشحن لك تاني، بتزعقي ليه؟ ما اصل ابنك بقاله 5 ساعات عند الكوافير ولسه ما جاش. هو دايما كده، دايما ياخر لي حاجتي لغايه اخر لحظه. هنقول ايه؟ من قله الرجاله اخوكي بقى عنتر. نعمل ايه؟ تربيتك يا اختي. وبعدين انا اصلا مش عايزه الجوازه ده هيا. لا اتلمي. ايه؟ بعد اذن حضرتك اتلمي، عيب. الواد شغال في الخليج بقاله 60 سنة، يعني عاملهم على قلبه قد كده، مين هياخد الحاجات دي هيا؟ اتجوزيه انت يا اختي. ماشية مؤدبة محترمة. مؤدبة محترمة غصب عنك. ماشي. وبعدين افضل ماشية مع الواد عرابي 5 سنين، وفي الاخر اروح اتجوز واحد غيره. 5 سنين ده انت مبتدأ يا بنتي، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده وانا في سنك كنت ماشية مع 2 في نفس الوقت. في نفس الوقت؟ وبحضر مع ده سينما من 6 لـ9 ومع ده سينما من 9 لـ12. ايه ده؟ امال ابويا اتجوزتيه امتى؟ في استراحة الفيلمين. وقتك السيف اللي لم تقطعه قطعك. اسمعي مني. اخفي من وشي العفاريت عماله تتنطط قدام عينيا. حاضر يا ست الكل. يا عيلة غنى يا عيلة نكد. ماشي حاضر. يا ربي خلصني من البيت ده يا رب على خير. نفسي امشي بقى من البيت ده يا ربي. ماشي حاضر. تمام. مؤدبة ومحترمة. وخطوة سريعة بقى. ماشي حاضر. ده انا يا هولع فيكم. ما انت عدمت الرمانة. ايه؟ تعالي لي هنا. يا ربي اعمل ايه بس؟ سامحني يا رب. مضطرة اوافق على الجوازة دهية. اهدى يا قلبي، اهدى واستنى. حلمي ده ولا